احنا عايزين نعرف الاول مين اللي اقدر اقول عليه انه ده بيعاني من السمنه؟ هل واحده مقلبزه كده شويه وفيها حته هنا وحته هنا، ولا التخان قوي؟ حلو. اهم حاجه طبعا انت قلتي على حاجه، بعد انتهاء فصل الشتاء ودخول الصيف الكوارث بتبان. صحيح. فدي احلى وقت ايوه تمسكيهم فيه ونقدر نركز معاهم، نخليهم يغيروا عاداتهم، لان زي ما انت عارفه الناس كلها عايزه تظهر بشكل حلو، والماركات الحلوه واللبس الحلو والحاجات الجميله كله عاوز يظهر بمظهر جميل. يعني السمنه طبعا ليها درجات، فلازم كل واحد النهارده يبقى عارف هو في اي منطقه. يعني مش كله متساوي، مش كل الاجراءات بتناسب الكل، مش كل حاجه اي حد يعملها. فبالتالي السمنه دي ليها درجات. السمنه بنقيسها ازاي؟ في حاجه اسمها معدل كتله الجسم، وده موجود على الانترنت، بتلاقي كده اكتب بس معدل كتله الجسم، هتلاقي يقول لك دخل وزنك، دخل طولك، يطلع لك رقم. أوكي. هو بمنتهى البساطه بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر، بيطلع نتيجه من 18 ونص لحد 24.9، ده حد طبيعي. 25 18 ونص ايه؟ فرق؟ بيطلع رقم لما بنقسم الوزن على مربع الطول بيطلع رقم. أوكي. الرقم ده من 18 ونص ل 24.9 ده وزن طبيعي. من 25 ل 30 لست مريض سمنه، ولكنك عندك وزن زياده اكسترا ويت زي بقى الغالبيه العظمى. ومن 30 ل 35 سمنه درجه اولى، سمنه درجه ثانيه، لحد سمنه المفرطه. كل واحد من دول لازم ليه شكل وليه حاجه عاوز يعملها عشان يحسن من شكله. رقم واحد طبعا هو انقاص الوزن. انقاص الوزن هو المفتاح بتاع ده كله. يعني ما يجيش حد مثلا وزنه 120 كيلو ويجي يقول عاوز انا قوامي، يعني او واحده وزنها 120 كيلو تحسي ان هي كلها على بعضها مليانه، مش باين ديفوهات، مش باين السمنه الموضعيه، مش باين في حاجه معينه تقدري تشتغلي عليها. فبالتالي دي جايه تقول مثلا اعملي تنسيق قوامي. هنا لا، انقاص وزنك هو اهم حاجه. لما تنزلي 30 كيلو مثلا فتبتدي تبان الديفوهات الحقيقيه اللي موجوده عندك، نبدا نشتغل عليها. فانا عايز اقول لك ان انقاص احيانا ناس كتير بتيجي مثلا، حتى الشباب يعني اللي جايين مثلا زايدين 5 6 كيلو، تبان الديفوهات عندهم، لما ينزلوا ما بيحتاجوش حاجه. ايوه. فبالتالي في فرق كبير ما بين السمنه الكليه والسمنه الموضعيه. السمنه الموضعيه دي حد وزنه كويس لطيف بس عنده ديفوهات، ده حاجه كويسه كده. ما يكونش حد عنده سمنه كليه وسمنه مفرطه ويجي يقول احنا عاوزين ننسق. جميل. طيب حلو قوي الكلام وجميل كده، ونقول للناس كده انقص الوزن، دي اهم حاجه وجمله اساسا كأن دي اصعب حاجه في العالم. حلو. فكره ان انا اعمل ريجيم دي كلنا. طيب. انت كلنا. بتقولها كلنا هنبدا بكره كلنا. على فكره كلنا إيه وبعدين ناجل اللي بعده، كلنا هنبدا بكره الريجيم وبعدين نروح نتعزم، او الرنجه جايه اهي والفسيخ والكارثه. هو ده التوقيت الصعب وكده، فتيجي تبقى هتبتدي او بتاع يحصل اي دروب كده فتكسل. الستارت يا دكتور، البدايه، الدفعه دي نبتديها ازاي؟ الستارت ان احنا لازم نفهم هو احنا السمنه دي جت منين، عشان في شماعتين معروفين جدا الناس بتعلق عليهم كل الوزن الزياده. انا الحرق عندي قليل، وما تفهميش هي بتقول كده ليه. يعني هي ترجمه الحرق عندها قليل منين؟ ايوه تمام. انت بتاكلي قد كده فبتتخني، ايه علاقه بقى الحرق بالموضوع؟ او اصل السمنه عامل وراثي. اصل احنا عندنا السمنه عامل وراثي يا دكتور، فكلنا عندنا سمنه. استسلام لفكرتين، لفكره انا علق عليها الشماعه. السمنه مرضى الامراض اللي بتسبب السمنه اللي احنا بنحاول نستبعدها في الاول، زي قصور الغده الدرقيه، وزي الناس اللي بتاخد كورتيزون، عددهم مش كبير يعني، عددهم قليل. الغالبيه العظمى كلت كتير فخزنت، الجسم هياخد اللي هو محتاجه، وباقي الاكل ده كله الطاقه دي كلها متخزنه في الجسم. الجسم ما بيعرفش يخزن حاجه غير دهون، سواء جايه من الفاكهه، سواء جايه من البروتين، من نشويات، فيقوم واخد اللي هو عايزه والباقي مخزنه في صوره دهون. فالسمنه هي نتيجه اكل زايد في اغلب الاعام، نتيجه اكل زايد اكتر من طاقتنا، جسمنا خد اللي محتاجه والباقي خزنه. ففي النهايه ما تستسلمش لاي حاجه، اي حد يقدر ينزل. الموضوع ما فيهوش اي لغز. الحاجه الثانيه بلاش التوقع المبالغ فيه، انا عايز انزل 20 كيلو في شهر. هو في حاجه اسمها كده؟ يعني في النهايه لازم اكون ان انا عارف مثلا انا مشيت اربع ايام على الورق اللي الدكتور اداهولي وما عملتش حاجه. لا عملت، هتلاقي نزلت كيلو بس كيلو، فنزلت كيلو واحد بس. دي كلها المشاكل اللي بتخليني اقف. لازم اكون مثلا انا عندي 40 كيلو، ال 40 كيلو ده متوسط النزول 8 كيلو 10 كيلو في الشهر مع الالتزام. هتلاقينا في اخر مثلا اربع خمس شهور عملنا كده. فاهم حاجه في النهايه ان انا اكون عارف ان لازم اقلل كميات اكلي، ولازم انظم اكلي عشان احرق.
ما هو برضو الفكره كلها مش فكره اكل قليل وخلاص. يعني الناس متخيله ان الدايت هو اكل قليل، بمعنى مثلا انا هعمل دايت بكره مش هاكل الا وجبه واحده في اليوم. ما هو دي الكارثه، دي اكبر كارثه في الموضوع. الناس فاصله ما بين فكره الاكل وفكره الحرق، وفاصله ان الاكل ده اصلا هو اللي بيخليك تحرقي. صحيح.